من القامشلي عبر الهاتف ينضم لنا العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. أهلا بك معنا سيادة العميد. إلى أين وصلت عملية تحرير الرقة وهذه المعركة؟ نسب السيطرة وما تبقى من المدينة إلى حد الآن؟ أولا تحية لك وللمشاهدين الكرام. تتواصل المعارك في الرقة وتتقدم قواتنا باتجاه الأحياء على الرغم من قيام تنظيم داعش بعدة عمليات وإرسال السيارات المفخخة، وكانت اليوم الاشتباكات في أوجها في حي المنصور حيث أسفرت عن قتل عدد كبير من المرتزقة واعتقال عدد كبير منهم، وكذلك في حي الرشيد الآن تدور اشتباكات، تتقدم القوات تنحسر قوات داعش كما قامت القوات الصديقة المتمثلة في القوات الأمنية بتنفيذ عدة هجومات في التنسيق مع الاستغراق السواتر وكذلك التحصينات، وتنظيم داعش انهار، بينما نقوم ايضا نحن بحمايه المدنيين وكذلك اخلاءهم الى مناطق العبور وايصالهم الى مراكز التامين. نعم، طيب نسبه تقريبا، يعني سمعنا بانه 60% من الرقه تم تحريرها، الى اي مدى هي نسبه دقيقه؟ صحيح، الآن يعني 60% محررة ومؤمنة، وكذلك قامت فرق نزع الأفغان بنزع الأفغان بشكل كامل، وتعتبر هذه الأحياء هي مؤمنة وتستطيع قواتنا أن تقوم ببناء التحصينات في المرحلة ألف ومن ثم انتقال إلى الهجوم إلى باقي المناطق. قوات داعش منهارة، حاولت التقدم، حاولت كذلك أرسال السيارات المفخخة والقيام بهجوم معاكس، ولكن قواتنا قامت بإفشال هذا الهجوم بالتنسيق مع القوات الصديقة المتمثلة في قوات التحالف وعلى رأسها قوات الأمريكية الصديقة. نعم، طيب قلت بأنه تقومون بإيصال المدنيين إلى مناطق آمنة وتقومون بمراقبة يعني رحلة العبور، رحلة المدنيين، عدد المدنيون الذين تم إنقاذهم، المخيمات أين يتواجدون، الخطة الموضوعة لتسجيل أقل نسب ضحايا وإنقاذ أكبر عدد من المدنيين؟ طبعا هناك ممرات آمنة، القوات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية تقوم بإخلاء المدنيين، وخاصة بعد أن قمنا باختراق الموجات اللاسلكية لداعش، حيث يتبين لنا أن هناك تجمعات بشرية من خلال التنسيق مع الوحدة الإلكترونية للقوات الصديقة، فتقوم القوات الخاصة بالإخلاء وكذلك بتأمين ممرات آمنة. الآن نعم سيدة العميد، فقدنا الاتصال، نشكره على هذه المداخلة. العميد حسام العواك عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية كان معنا عبر الهاتف من القامشلي.